بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشندي مهربان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا همو سپاسو ستایش بو او خواهی که نردویت یخوار و قرآن بو سر بنده خوی محمد صلی الله علیه و سلم هیچ جور لاری کی تیدا دانه ناو قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا كتابك راستو پايا دارا بو اوي بس زايكي زور بتين بترسين اواني كبا وري پيناهنن للاين خويوا ومجدش بداد بو باور داراني ككرد وچاكا كان انجام ددن بميكا پاداشتي كي چاكيان بو هيا ماكثين فيه أبدا لو بهشت دا بيبران ودمين نوا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وبؤوي بترسيني كساني كديانوت خواروالي بوخوي بريار داو ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نخویان زانابون پی نباو با پیرانیان چی بختانی که گوره لدمیان دردشت جگل درو هیچ شتیکی تر نالن فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا جالوانه خود لناو بری لبر کردوی اوان اگر ایمان نهینن بم قرآن لداخو خفت دا بمريد. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا براستي إيما هرچي وابسر زوية وكردو ما نبزينة جواني بوزوي بوأوي خلقي تعقيب كينوا كاميان كردوي جوان ترو چاك ترا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وبراسي أوي بسر زوية وإيما همي دكين بزويكي تختي وشكو برنك أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا آيوات زانيك هاولاني أشكو توتابلو أو برديناوياني تيدانو سرابو أوان لناو نشانكاني إيما دا شتيكي سرسور هنربو إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا كاتيكو ملغنجيك بنان بردبر أشكو تكووتيان أي پروردگار من للان خوت ورحمتيك من پي ببخشا وفراهم بين بومان لمكاري كوانتي عيدا ري راستو رزقاري فضرب